السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا بيكم، انا معاكم دكتور محمد عوض، مدرس طب الاطفال، مدرس الامراض الوراثيه وعلوم التمثيل الغذائي واسيوط. احنا مقدمه بسيطه خالص، هدفها ان احنا نوضح احنا هنعمل ايه. كويس، هنتكلم النهارده على في النقطه دي، في الفيديو ده، على 3 نقط اساسيين. النقطة الأولانية هو إيه الهدف من إن إحنا بنعمله؟ الهدف من إن إحنا بنعمله إن أنتوا المشكلة يا عيني إن أنتوا كدفعة أول دفعة في نظام جديد، فكان في نظام تدريس مختلف. كويس، أفضل أو أحسن أو أسوأ، دي حاجة هنعرفها في السنين الجاية، إذا كان النظام ده أحسن من النظام القديم ولا أسوأ من النظام القديم، دي ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي. بس اللي نقدر نحكم عليه إن أنتوا بتاخدوا كمية داتا من المعلومات بطريقة مختلفة عن زمايلكم في النظام القديم، فدي في اوقات كتير بتخليكم مش قادرين تلاحقوا المعلومات كتير، خصوصا ان انت ممكن تاخد النهارده اطفال، بكره مش عارف تاخد نساء تقريبا، بعد بكره طب اسره، بعد بكره تخدير، ففي كده يعني عشوائيه وكميه معلومات كتيره بتدخل. فهدفنا في كم محاضره دي حاجه، هي حاجه لوجه الله خالص، ان احنا نحاول نلم لكم الموضوع، يبقى عندك زي سورس او ساوند بتقدر ترجع له، ان انت اللي خدته الصبح في السكشن بتاع العمل اللي احنا بندور لكم الصبح، ترجع تقدر تبقى معاك داتا للسكشن ده، لما ترجع بالليل حابب تسمع المحاضره تاني، تتاكد تاني معلومه انت ما تاكدتش منها كويس، يبقى تقدر ترجع لها تاني. فده الهدف الاساسي من الموضوع، تمام؟ احنا طبعا هنرفع الفيديوهات بانتظام على اليوتيوب، وهننزل لينك الفيديو في الشانل على التليجرام، وحضراتكم تقدروا تدخلوا على اليوتيوب بقى تسمعها لايف، يعني تسمعها بشكل على طول براوزنج، عايز تسمعها تعملها داونلود وتسمعها في اي وقت، يعني هتبقى الدنيا متاحه بالنسبه لكم. النقطة الثانية عايزين نتفق عليها هي السيكرسي السرية في الموضوع، تمام؟ يعني ايه؟ يعني الكلام ده هو دايرة مقفولة بيني وبينكم، حتى زميلكم في الطبعات التانية ما يعرفوش. ليه؟ لأن إحنا مش كل الناس تتمنى لكم الخير، يعني زي ما في ناس كتير تتمنى لكم الخير، في بعض الناس القليلة ممكن تتمنى لكم الشر. فممكن ناس تقول طب وليه الدفعة، يعني وليه الناس دي تتعلم حاجة المفروض ما يتعلمهاش؟ خصوصا احنا في أسيوط، يعني فاحنا مش اوبن مايندد قوي، ناس كتير يعني في القاهرة الكلام ده بيتم من سنين ومحدش بيعترض والدنيا ماشية بطريقة سموث كويس خالص، لكن في أسيوط يعني برضه الفكرة الصعيدي شوية لسه متأثر يعني. فعشان كده حاول على قدر الإمكان تعتمدوا السرية، تمام؟ أنتوا بتسمعوا المحاضرات ليكم، كويس؟ ولا بقى تروح تقول في سيكشن اصل احنا بنسمع المحاضرات دي اونلاين بالليل، ولا تروح تقول مثلا يوصل اي حد كده، مش عشان حاجه، انا من الموضوع ما بيزعجش فعلا، دي حاجه فور فري، بس عشان خاطر انتوا، عشان ما تتاذوش بعد كده في الامتحان، دي حاجه ليكم انتوا يعني نصيحه، والنصيحه دي خدوها بس لسه في اطفال، في اي حاجه تاني يعني، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، تمام؟ الحاجه الثالثه والرول الثالث اللي احنا عايزين ننوه عليه الاكزام. للامانه لغايه دلوقتي احنا ما عندناش تعليمات وصلنا، ممكن يكون وصل اللجنه اللي ماسكه الدفعه عندنا في اطفال، بس احنا على مستوى مدرسين ومدرسين مساعدين لسه ما وصلناش النظام الامتحان هيبقى عامل ازاي، تمام؟ لكن احنا من الدفعات القديمه في الجزء العملي، انا مش بتكلم عن النظري، دي حاجه يعني هم هيبقوا بيها براحتهم، لكن في الجزء العملي احنا كان عندنا طريقتين في الامتحان. في طريقه دي حاجه اسمها لون كيس، لون كيس يعني حاله طويله، انت بتدخل على حاله بتقعد عليها ربع ساعه او ثلث ساعه، في اوقات بتقعد نص ساعه. الهدف من الحاله دي بتاخد بقى هيستوري كامل واكزامينشن كامل، تمام؟ وبتوصل في النهايه للممتحن بيراجع منك الهيستوري اللي انت خدته والاكزامينشن اللي انت خدته، بعد كده بيبدا يناقشك في الدياجنوز اللي انت بتفكر فيه. ده اسمها لونج كيس، تمام؟ هل لونج كيس ده هيطبقوها عليكم من الاسناد؟ الله اعلم، لكن احنا هنعمل احتياط على ده، يعني احنا بنشرح معادلات الاكزامينشن، هنفهمكم ازاي تقدر تفهم تتعامل مع لونج كيس، وازاي تقدر تاخد هيستوري كامل بشكل سليم، وازاي تاخد اكزامينشن تعمل اكزامينشن بشكل سليم، عشان في النهايه لو كان عليكم في الامتحان يبقى دي تمام. بس الحاجه الثانيه الشورت كيس، الشورت كيس ده ان انت بتدخل اللجنه بيبقى مطلوب منك تعمل اكزامينشن لسيستم معين، تمام؟ يعني مثلا ابدومينال اكزامينيشن، تشيست اكزامينيشن، كارديو اكزامينيشن، بيبقى مثلا يتقال لك الحاله دي اعمل لها اوسكالتيت اند بلبيتز هارت او كارديو اكزامينيشن، فانت كل اللي بتعمله ان انت تبدا تعمل اكزامينيشن للسيستم المطلوب منك. ده هو يعني في المجمل هو جزء من الكيس. لكن احنا بنعملها كشورت كيس ليه؟ ان احنا عايزين نختبر يعني اكتر مهاره ليك، يعني ده مثلا في عندك 2 شورت كيس، فمثلا جبنا لك حاله كارديو وحاجه تشيست، وفي اللون كيس جبنا لك حلقه ابدومين، فانت كده اكتسبت المهارات واكتشفنا مهاراتك في الثلاثه سيستم دي يعني.
تمام. فالشورت كيس ده برضه هي هتنزل في الامتحان الله اعلم، لكن احنا برضه هنتدرب عليها، هنقول ازاي تتعاملوا معاها في الامتحان كويس. دي اكتر حاجتين بيجيلهم كلينيكال. فاحنا طول الفترات المحاضرات ومحاضرات الانفورميشن اللي بتاخدوها هتدرب ازاي نتعامل مع نون كيس وازاي نتعامل مع شورت كيس، ولما يجي لكم الامتحان يتحدد الطريقه بتاعتكم الامتحان، ولو كان حاجه طريقه مختلفه تالته برضه هنوضحها لكم، لو هم نفس الطريقه احنا كده وضحناها اثناء شرح الاكزامينشن تمام. هنبدا بقى المحاضره الجايه، هنبدا ناخد كل حاجه. احنا مش هندي البرزنتيشن كامل، هنقطعه عشان ما يبقاش الفيديو كبير. يعني مثلا الهيستوري ما ينفعش نقول كله على محاضره واحده، فهناخد مثلا نسمع محاضرتين اكزامينشن نفس القصه على محاضرتين عشان ما يبقاش الفيديو طويل. يعني مثلا يبقى الفيديو احنا بنتكلم فيديو ربع ساعه تلت ساعه بالكثير، عشان خاطر تقدر اذا كنت عايز يعمل تعمله داونلود ما تبقاش مسافه مساحه كبيره عندك تمام، عشان الناس اللي في الباقات وفي المدن الجامعيه وكده تبقى تقدر تتفرج بشكل كويس تمام. فهنخليها فيديوهات صغيره احسن، مكان يبقى فيديو مثلا ساعه ساعه ده يبقى صعب قوي في الداونلود، هتخلص لك مثلا الباقه كلها فهيبقى صعب شويه عليكم. فاحنا نخليها فيديوهات متقطعه تبقى الدنيا احسن كويس. فيكم اي ليكم اي تعديلات بلغوها لزمايلكم الليدرز حسام واحمد، يعني اي الناس اللي يقدر عندكم هم يبلغوني بشكل مباشر لو في تعديلات معينه انتوا عايزين نعدلها في طريقه المحاضرات في السيستم اللي احنا بنتكلم فيه. ان شاء الله ربنا يوفقكم، يبقى فيه كل خير، ويا رب يا رب تكونوا في احسن حال. يعني هي محاوله ان احنا يعني تحسين الوضع في السوق، يعني كفانا اغبياء، يعني احنا نتمنى ان احنا كل دفعه طلع فيه مثلا 10 20 واحد ذكي واوبن مايند وفكره كويس وبيقدر يتعلم كويس ويقدر يساعد زمايله ويتعلم، ده مكسب والله كويس. لكن احنا دفعات كل دفعات كوبي بيست من الدفعات اللي قبلها، المستويات بتتدنى بطريقه يعني ربنا يعافينا. شكرا لكم، ان شاء الله نلتقي المحاضره الجايه وربنا يوفقكم باذن الله.